الوراثة من الأب. سبع صفات ينقلها الأب حتما بالوراثة لأولاده. ستفاجئك الصفة السابعة فعلا. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن يرثها الأولاد عن أبيهم، ويعتقد الكثيرون أن مظهر الوجه والجسد هما فقط ما يرثه الطفل من أبيه، لكن هذا ليس صحيحا على طول الخط. وجينات الأب يمكن أن تحدد ما سيرثه الأولاد ابتداء من التشابه وانتهاء بالأمراض العائلية. سبع صفات مختلفة يرثها الابن من أبيه. أولا، لون العيون. يولد الأطفال بألوان عيون مثل أبيهم أو أمهم، لكن الأب في هذا الموضوع يكون دوره حاسما. فإذا كان لون عين الأب قاتما، فهناك احتمال كبير أن يشبهه ابنه، وذلك لأن جينة الأب تكون هي المسيطرة. ثانيا، الطول. هناك 700 سلسلة جينية تتحكم في طول الابن، وقد تصنع هذه الجينات فرقا ملموسا في الطول بمقدار إصبع الإبهام، لكن جين نادر من ضمن هذه الجينات تجعله أقرب إلى طول والده. ثالثا، مشاكل الأسنان. كل ما له علاقة بالفم مرتبط بالوراثة، فإذا كان الأب لديه مشكلة في أسنانه، فمن المحتمل أن يعاني أولاده من نفس الشيء، بما في ذلك الحجم الفك والأسنان وشكلها. رابعا، العقم. إذا كان الرجل يعاني من العقم وتلقى علاجا مناسبا عن طريق التلقيح الصناعي وشفي على أثره وأنجب أطفالا، فهناك احتمال أن يكون الأطفال أكثر عرضة للعقم، وذلك لأن عدد الحيوانات المنوية لديهم أقل من أولئك الذين ولدوا بشكل طبيعي. هذا يشير إلى أن الآباء ينقلون مشاكل العقم إلى أولادهم، مع أن النتائج ليست مؤكدة بشكل نهائي، إلا أن هذا يبرهن أنه من المحتمل أن تنتقل مشاكل العقم عند الأب من جيل إلى جيل. خامسا، الجنس. يحدد الأب دائما جنس الطفل، ويمتلك الرجال الكروموسوم X والكروموسوم Y معا، أما النساء لا يمتلكن إلا الكروموسوم X، فالحيوان المنوي للرجل لا يحمل إلا الكروموسوم X أو Y في نفس الوقت، وهذا يعني أن الجنس يتعلق بالحيوان المنوي المسيطر. ويعتقد أيضا أن شجرة عائلة الرجل يمكن استخدامها للحصول على معلومات تسمح بمعرفة ما إذا كان ابنه صبيا أو بنتا، مع أن هذا ليس ثابت لكنه افتراض مبني على وقائع. سادسا، مشاكل القلب. الآباء يحملون الكروموسوم Y وينقلونه لأطفالهم، ودراسات أظهرت أن الرجال الذين يحملون الكروموسوم Y أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بأحد أمراض القلب والشرايين، حيث يعمل على منع التحكم بالالتهابات في الجسم، مما يزيد من احتمالية انسداد الشرايين التي تمنع تدفق الدم نحو القلب واحتمالية نقل هذا المرض إلى ابنهم. سابعا، مشاكل الصحة العقلية. من المعروف للجميع أن مشاكل الصحة العقلية يمكن معالجتها في العائلة، ولكن إذا وجد أب تجاوز منتصف العمر، فأولاده معرضون أكثر للإصابة باضطرابات خاصة لها علاقة بالصحة العقلية. عموما، الرجال المسنون المصابون بانفصام الشخصية أو اضطراب نقص الانتباه مع نفرة النشاط يمكن أن ينقلوا مشاكلهم لأولادهم بسبب التغيرات التي تحدث في الحمض النووي الخاص بهم مع التقدم في العمر. لهذا فالرجال الأكبر سنا تزيد احتمالات نقلهم مشاكل الصحة العقلية لأولادهم بمعدل 4 أضعاف، لأن حيواناتهم المنوية تحتوي على جينات متحولة، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل أكثر تعقيدا. لماذا لا يتغير الـ DNA عند الأمهات مع تقدم في العمر؟ في الواقع أنه يتغير، ولكن الفارق هو أن بويضات النساء تولد معهن، ولهذا لا تتغير أبدا، بينما يبقى إنتاج الحيوانات المنوية مستمرا عند الرجال طوال العمر، فإن عدد البويضات عند المرأة محدود ولا يتغير كثيرا. مع هذا، فإن النساء الأكبر سنا أكثر عرضة لإنجاب الأولاد المصابين بالتوحد وبمشاكل وراثية نادرة. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.